في المرمى طابت أوقاتكم. الإيطاليون يصلون إلى جدة وسبعة نجوم، ينتظرهم السعوديون في الجوهرة. حامل اللقب يوثق صدارته بثلاثية في شباك العدالة والتعاون، يوقف زحفاء الوحدة. كل جديد. الأهلي يعود ويضرب بالخمسة والشباب يسقط. السلام عليكم. وصلت بعثة نادي لاتسيو الإيطالي إلى العاصمة الرياض استعدادا لمواجهة نظيره يوفنتوس الإيطالي في كأس السوبر التي تلعب الأحد. كانت البعثة التي نقلت فريق العاصمة الإيطالية قد تأخرت لمدة ساعة كاملة قبل أن تحط في مطار الملك خالد الدولي، من المنتظر أن يصل يوفنتوس في وقت لاحق من اليوم الجمعة. السوبر الإيطالي سيتيح للجماهير السعودية فرصة الاقتراب والاستمتاع بنجوم عالميين نتعرف عليهم فيما يلي. البرتغالي كريستيانو رونالدو أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإيطالي، الدون كما يلقب، يتقدم أبرز لاعبي يوفنتوس ولاتسيو. لاعب ريال مدريد الإسباني السابق هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، وتجاوز مؤخرا حاجز 700 هدف في مسيرته الرياضية، ويمني النفس بالتسجيل مجددا بعد أن قاد اليوفي للفوز في النسخة الماضية على ميلان في مدينة جدة. صخرة الدفاع ماتياس ديليخت سيكون حاضرا رفقة البيانكونيري في السعودية. الهولندي الأشقر توج مؤخرا بجائزة الفتى الذهبي في حفل البالوندور، وفي الموسم الماضي دخل تاريخ دوري أبطال أوروبا بعد أن أصبح أصغر قائد في الأدوار الإقصائية للمسابقة. وبعد أن كان قريبا من مغادرة الفريق، عاد الجوهرة الأرجنتينية باولو ديبالا للتوهج صاحب الرقم 10، ساهم في تسجيل 11 هدفا للسيدة العجوز هذا الموسم. الطرف الثاني في كأس السوبر فريق العاصمة الإيطالية لاتسيو، تبلغ قيمة لاعبيه مجتمعة حوالي 350 مليون يورو. يملك في صفوفها القناص الإيطالي تشيرو إيموبيلي هداف الكالتشو في مناسبتين سابقتين، ويحتل حاليا صدارة الهدافين ب 17 هدفا من 16 مباراة. الصربي ميلينكوفيتش سافيتش قدم للاتسيو من جينك البلجيكي وهو بعمر 20 عاما، وكلف انتقاله آنذاك 4 ملايين يورو فقط، أما الآن فتقدر قيمته السوقية ب 70 مليون يورو. ومن البيانكو سيليستي يبرز أيضا خواكين كوريا الجناح الأرجنتيني، ساهم فيما نسبته 25% من أهداف النسور هذا الموسم. سوبر إيطالي يضم في جعبته نجوم بدأوا يحطون رحالهم في الأراضي السعودية، فالموعد اقترب والصافرة ستنطلق إذانا ببدء اللقاء المنتظر يوم الأحد المقبل. عصام عامر، العربية. وهذه وقفتنا الأولى، نعود بعدها لنفتح ملف الدوري السعودي، حيث وثق حامل اللقب صدارته بثلاثية في شباك العدالة، بينما أوقف التعاون زحف الوحدة. الكرة حلوة لعلي علي 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 في جدة وبخماسية. الأهلي عاد، أما الشباب فواصل السقوط إلى المراكز الخلفية.
في الجولة 12 من الدوري السعودي لكرة القدم عمق الفيحة جراحة ضيفه الاتحاد بعد أن فاز عليه بأربعة أهداف لهدف. وفي أبها انتصر أبها على ضيفه الشباب بهدفين دون رد. وفي الأحساء فاز النصر على العدالة بثلاثية. مباراة التعاون والوحدة انتهت بفوز التعاون بهدفين لهدف، وكذلك انتصر الأهلي على ضمك بخماسية. كان هو الأفضل طيلة 90 دقيقة، نسبة استحواذه للكرة وصلت ل 68% تقريبا، أما عن تسديداته فبلغت 16، 7 منها على مرمى العدالة، والنتيجة فوز النصراوي بثلاثية عزز بها صدارته للدور السعودي في الجولة 12. الأصفر العاصمي لم يجد أي صعوبة في تجاوز مضيفه العدالة، أنهى الشوط الأول بأفضلية ميدانية وتقدم بالنتيجة بعد أن ترجم تفوقه مبكرا بهدف أول في الدقيقة 16، عندما تمكن المغربي نور الدين مرابط من استلام تمريرة من زميله البرازيلي جوليانو وسدد كرة قوية سكنت شباك علي المزيدي حارس العدالة. الفريق النصراوي واصل تفوقه واستفاد جوليانو من تمريرة عبد الرزاق حمد الله ليعزز تقدم فريقه ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 43. ومع بداية الشوط الثاني بدأ العدالة مهاجما وسدد النخلي كرة جاءت في أحضان الحارس برادلي جونز. النصر استعاد تفوقه وأتيحت للاعبيه أكثر من فرصة حتى جاءت الدقيقة 84 لتعلن هدفا ثالثا بأقدام بتروس وصناعة سلطان الغنام. دقيقة واحدة بعدها واللاعب البرازيلي يستبدل بزميله يحيى الشهري. المحاولات تواصلت من قبل الفريقين إلا أن صافرة النهاية سمعت وأعلنت تعزيز النصر لصدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، فيما تجمد رصيد العدالة عند 8 نقاط. ديما محمد السائح، العربية. أرقام عالية حققها النصر في هذه المباراة، لعل أهمها أيضا أنه خرج بشبكة نظيفة أيضا كما هو الحال في أغلب مباريات هذا الموسم. من جدة تحق بنا كابتن المنتخب السعودي السابق الدولي أسامة حوساوي. أسامة مساء الخير، أهلا بك معنا. خلينا أبدأ من أسامة، الأرقام العالية التي كانت للنصر في هذه المباراة هل تعبر عن واقع تفوق مطلق للنصر وقوة أم ضعف للعدالة؟ مساء عليك وبالتالي على الأخوة المشاهدين. أعتقد هي قوة طبعا لفريق النصر. فريق النصر يمتلي خاصة في الناحية الهجومية رباعي جدا ممتاز لدول المحترفين، نعم. قلنا مع اللاعبين المحليين يحيى وعبد الفتاح، أيضا في نفس الوقت نقدر نقول العدالة يمكن مو في أفضل حالاته، ولكن دائما النصر وخاصة من الناحية الهجومية فريقه دائما يفرض سيطرته على أغلب الفرق، ولكن يعاب عليهم يمكن قلة الأهداف أو اللمسة الأخيرة. نشوفنا اليوم يمكن العدالة مستسلم تماما للنصر، حتى محاولات الهجومية كانت فجورة جدا كلها انصدمت بدفاع النصراوي، لكن أعتقد أن النصر يحتاج من إنهاء الهجمة، لأنه لو تلاحظ الآن في أندية ترتيبها السابع الثامن حتى الاتحاد في أسوأ حالاته ما يفرق كثير عن النصر في الأهداف ناحية الهجومية. النصر يمتلك الناحية الدفاعية جدا ممتاز، عنده 4 أهداف أغلب مبارياته بيطلعها ما تسجل فيه ولا هدف، هذه ناحية إيجابية، لكن عليهم كثير على السيد فيتوري أنه يطور اللمسة الأخيرة ويطور الناحية الهجومية، لأنك دائما أنت كل ما تسجل بتعطي هيبة لفريقك. صحيح. وايضا تخلي لاعبين خاصه المدافعين يلعبوا بريحيه اكثر. نعم، بنشوف الحين لقطات المباراه بعد لحظه تكون صعبه على الفريق. نعم. طيب اسامه، بما انك انت مدافع واحد من عمالقه الدفاع، خلينا نتكلم شوي ليش النصر دائما يخرج بشباك نظيفه، هذا عائد لايش؟ واشرح لي الترتيب الفني لفيتوريا في الخلف. اتوقع انا في البدايه توفقوا كثير باحضار ما يكون قلب الدفاع، واعتقد كثير كانوا يستفيدوا منه اللاعبين، خاصه تعرف لاعبين صغار في السن سلطان
أو عمر أول كان يلعب والحين عبد الله ماد، وخاصة عندي فرصته نستفيد من اللاعب الكبير اللي ما يكون. نفس الشيء الظهير اليسار العبيد كان مصاب الحين عوض. أيضا أعتقد أنه أيضا الحارس جدا دائما حاضر في المباريات. وهنا أتكلم عن المنظومة الدفاعية ككل، في القوة في الالتحامات، لاعبين جاهزين، فدائما تلقى الفريق ككتله واحده متواجد، حتى الهجمات بتكون قليله عليه، يعني اغلب المباريات بتكون الهجمات الحارس ما يواجه خطوره كبيره وما يصد كثير في المباريات. اليوم شفنا اغلب الكور يعني كلها دفاع النصر متواجد دائما الخط ال 18 على اخر الخط، كل الكور استحوذ عليها واغلب الكور. تكلمت عن مايكون تحديدا اسامه، وانه النصر توفق فيه، يعني كثير يقولون مايكون لا ما فيه ميزه الا انه يبني الهجمة من الخلف، وهذا واضح. يقولون واحد على واحد مو بعشرة على عشرة في الكرات السريعة، مو بعشرة على عشرة. أنت تعليقك؟ نشوف احنا يعني لازم نفرق بالامكانيات او تركيبة اللاعب، اللاعب عنده اللاعب الاوروبي او اللاتيني. ما يكون طبيعي يعني بنيته الجسمانية عالية، احنا نلعب خاصة في السعودية نلعب مساحات كبيرة، يعني مساحة اللعب عندنا غير مساحة اللعب في أوروبا، تكون مساحاتهم أصغر، بالتالي أغلب أوقات المباراة تلقى اللاعب واحد على واحد. بالعكس أنا أشوف مباراة اليوم بالذات كثير كور واحد على واحد أخذها، هو لا، هو في النهاية أنت تحتاج لمدافع قائد أكثر من مدافع يمتلك إمكانيات. هذا موجود عند مايكون؟ مدافع عنده إمكانيات، أنا أتوقع أنه مدافع قائد حتى ويمتلك ايضا الامكانيات. انت لو جيت مدافع يمتلك امكانيات اذا ما هو قائد راح اوكي بيلعب لك مباراه جيده، ولكن ما راح يفيد المجموعه ولا راح ينظم لك الخط الخلفي. تجد حتى النتائج، يعني الفريق فيه 4 اهداف، يعني المنطق يقول انه الفريق منظم دفاعيا، لو كان ما يكون بالسوء اللي يتكلم عليه كان شفنا اهداف اكثر واكثر في الفريق النصراوي. طيب ايضا اشرت الى نقطه مهمه، وانه النصر يضيع فرص كبيره في مبارياته ما يسجل، رغم اليوم ثلاثيه لكن اضاع ايضا كثير. ليش هالمشكله؟ مع انه عنده هداف الدوري، عنده جناحين نفاثين، عنده لعيبه وسط كويسين، ايش اللي قاعد يصير بالضبط؟ حمد الله مو بمستوى مثلا؟ لا، هي دائما هو الحمل ما يكون على حمد الله، الكل يعني يضيع. اليوم شفنا الكل، النصر وصل 18 فترات كثير، ولكن دائما اللمسه الاخيره ما كانت متواجده، انه هذا الشيء انت يعني كل ما تسجل الاهداف انت تلعب المباراه اللي بعدها خاصه مع فريق اقل امكانيات منك راح يخاف منك، راح يكون لك هيبه. ايضا الاهداف يمكن ما تعرف انت نهايه الموسم في السباق انت تكون الاول او اول، تكون متنافس مع فريق في النقاط، يمكن الاهداف هذه راح تفرق معك كثير. فهذه المشكلة. غير كذا تيجي تشوف أندية الآن زي الأهلي والتعاون في الترتيب أقل من النصر ولكن أهداف أكثر، زي ما قلنا ولا الاتحاد، الحزم، الرائد، تقريبا أبها، تقريبا كلهم قريبين، أهدافهم قريبة من أهداف النصر، وهذا مؤشر أنا بالنسبة لي غير جيد. أعتقد على سيد فيتوري أنه يحاول يحسن هذه الناحية، خاصة أنك تمتلك الإمكانيات، تمتلك هؤلاء اللاعبين اللي متى ما كان التنظيم أكثر وأكثر راح يسجلوا الاهداف بكل سهوله. شفنا اليوم خاصه الهدف الاول والثاني كان يعني اهداف رائقه، اهداف جميله جدا، فيها الوان تو، فيها البعد النظر، فكانت اهداف استمتعنا فيها. واتوقع لو لعب النصر بهذه الطريقه او الباص الاخير يكون بهذه الطريقه راح يسجل كثير مباريات، ولكن شفنا دائما في استعجال خاصه في منطقه ال 18 خاصه من الجميع كلهم، صراحه كان استعجال كبير. حتى حمد الله اليوم يعني ما جاته فرصه الجول ما توفق فيها، ما كان محظوظ في المباراه. نتكلم شوي عن العداله، ايش يحتاج الفريق اسامه؟ العداله يعني يمكن شفت له اخر مبارتين، شفت له مباراه الوحده الاخيره وهذه المباراه. العداله لازم يعرفوا مسيرين عداله انه وضعهم الان في خطر، هم في مرحله الخطر الان، لابد انهم حاولوا قدر الامكان انه يصلحوا الفريق، لانه موضوع البقاء اصبح صعب جدا جدا، خاصه انه الانديه اللي فوق النقاط في فرق كبير بين النقاط. انت الان عندك الى السابع قاعد ينافس على المقدمه، هذا حاله ما شفناها كثير عندنا في الدوري السعودي، خاصه تعودنا من اول 5 جولات 6 جولات يكون الناديين او 3 خلاص فارقين هم اللي مرشحين للبطوله. اليوم انه يلحقوا يصلحوا الفريق في فتره شتويه او مع المدرب، انه الوضع لو استمر على هذا الحاله اتوقع الفريق بيكون مرشح كثير للهبوط. نتمنى لهم التوفيق وانهم يبقوا في الممتاز. شكرا جزيلا كابتن اسامه حساوي.
ضمن الجولة ذاتها دك الأهلي شباك ضيفه ضمك بخماسية. لعبت الأهلي دلوقتي بيوصل الكرة فين؟ شوف بيوصلها فين؟ هكذا احتفل الأهلي بضيفه ضمك بمناسبة لقائهم التاريخي الأول ضمن دوري المحترفين عبر حل فردي أوجده جانيني تافاريس. كل هذا وما زلنا في الدقيقة التاسعة. ربع ساعة من الرعب عاشتها كتيبة نور الدين زكري. ضعف من حدتها حسين المقهوي بعدما أعلن رسميا عن تسجيل الهدف الثاني للأهلي. هدفان جعلا الأهلي مطمئناً تاركاً للضيوف المساحات لإثبات وجودهم. عجزوا في الأولى والثانية. زكريا حدراف لم يهدر الثالثة معلناً عن هدف تقليص الفارق لضمك وسط اعتذارات ليما. قصة الهدف بقيت حسرة في قلب البرازيلي وما هي إلا 10 دقائق حتى صحح الخطأ من ثابتة بيسرى سكنت الشباك. الهدف الثالث للأهلي يأتي وسط فرحة جروس. الشوط الثاني بالصافرة الوطنية العائدة المتمثلة في تركي الخضير لم يكن أقل إثارة من طرف الأهلي بالطبع. محاولة تلو الأخرى في اتجاه الحارس الجزائري شمس الدين رحماني تصيب الأخيرة الهدف. خلف الرابع يقف المتألق القادم من الرأس الأخضر جانيني. رباعية أهلاوية تستحق التخليد بسلفي يجمع وجوها قديمة وجديدة عاشقة للنادي الجداوي. وهذه المرة دي محاولة 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 لا. الأهلي لا يكتفي، جانيني يحاول الوصول إلى الهاتريك وياسر المسليم يعلنها. أقفلنا اليوم، لا مكان لأهداف أخرى في شباك قلعة الكؤوس. الكلام لا ينطبق على الجهة الأخرى رغم انتهاء الوقت الأصلي للمباراة. علي الأسمري أحب أن يترك بصمته. بخمسة أهداف كرم الأهلاوية عودة زميلهم معتز هوساوي بعد غياب تعدى العام. وبالخمسة صعد أبناء جروس إلى المركز الثاني في سلم الترتيب في ليلة غاب عنها عمر السومة بداعي الإصابة والحضور الجماهيري الكثيف. للأسف الشديد أناشد الجمهور الملكي الأهلاوي، فينكم فينكم؟ أهو أنا مريض وجيت، أنا مريض وجيت، أنتوا فينكم؟ تقولوا تعيش أقول أهلي، فين؟ فين الحب هذا؟ هدى زين الدين، العربية. ونذهب إلى المدرب السعودي صالح المطلق الذي يلتحق بنا من الرياض. كابتن مساء الخير، أهلا بك معنا. عودة قوية للأهلي، الخماسية تعبر عن واقع المباراة صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالتال، أهلا بالسادة المشاهدين. والله نعم واقع المباراة، يعني خلينا نقول الأهلي بدأ بعملية خطف ذهني لضمك وكأنه يعني مستعد للمباراة بحيث أنه يحسمها من البداية أو على الأقل يسيطر عليها، ما يكون في مفاجآت. هذا واضح حقيقة من التحركات ومن التفاهم اللي كان حقيقة على خط كل الخطوط، بس خليني أأكد على خط الوسط وخط أيضا الهجوم. ليش اخترت الوسط بالذات؟ قابل حسم النتيجة لأنه كان في تحركات، يعني خلنا نقول الانتشار، خلينا نقول تبادل المراكز، يمكن الهدف الثاني حق حسين القهوي يحكي لك او يصور لك الشيء هذا. انتشار تبادل المراكز اعتقد هذا اللي ظاهر الان معانا في في في, في اللقطه. نعم. وايضا تسجيل هدف سهل، فبالتالي راس الحربه خرج على الطرف، وحسين ايضا او المؤشر صنعها بشكل جيد واستثمرها حسين، وهكذا باقي الأهداف. لذلك نقول الوسط والهجوم أعطونا الحقيقة صورة حلوة اليوم فنية. ما أخفيك أنه ضمك غير موجود في المباراة، يعني يمكن أنا يعني ما ودي أقسي عليهم، بس الحقيقة كأنه تمرين للأهلي، تمرين يعني محترم، والضمك ما كان موجود الحقيقة في أرض الملعب. طيب. ممكن عندهم غيابات، ممكن عندهم أسباب، حتى ما أرجع مرة ثانية ما أقسو عليهم،
بس الأهلي تسيد المباراة الحقيقية. زين صالح، خلينا نسوي تشريح فني لأهلي جروس الآن. خلاص يعني جروس ما عاد هو في البدايات، فبعد عودته خلاص الفريق أصبح تحت ولايته الفنية بالكامل. فخلينا نسوي أبرز ملامح أهلي جروس، وين شايفها أنت؟ اشرحها لنا بتشريح فني دقيق. أنا أقول لك شوف، جروس وهذا شيء أنا أحب الحقيقة في جروس، يحب فتح الملعب، بالتالي دائما تشوف المؤشر في أقصى منطقة في الشمال أو في اليمين أو حسين قهوي. أنا أقول لك أمثلة، لكن خلينا أقول لك اللاعب اللي بيلعب في القادم الأيام ما تدري منه اللي يكون أساسي ومنه يكون احتياط. ولكن هو دائما يحب يفتح الملعب، ويحب أنه دائما تعكس الكرات داخل ال 18، خصوصا عنده سومو، عنده ديجاني، وعنده أكثر من لاعب ممكن يسجل أهداف، سواء كان كرة متحركة أو ثابتة حتها عالية أو الكرات الأرضية. هذا كان معه الحقيقة في الفترة الأولى اللي كان معه، والآن أنا أشوف لما شفت المؤشر طريقة المؤشر هي تعليمات. يمكن مع المدربين اللي راحوا كلهم المؤشر يحب يدخل على جوا، عبد الفتاح نفس الشيء وحسين، لكن من الآن وطالع راقبهم والسادة المشاهدين تجد الأطراف فاتحة موسعة أرض الملعب، وهذا ترى على فكرة يعني خلينا نقول قرار أو رأي راقي جدا، لأنه توسيع الملعب وعدم تضييقه أنت تطلع تخرج المدافعين معك المنافسين، وهنا تلقى لك فرصة بدل ما أنك أنت تشكل معهم داخل الثمنتاعش أو في المنطقة عبء آخر وتضيق المساحات، خصوصا عندهم يعني لاعبين ما شاء الله تبارك الله مهاريين، وعندهم من يخلص داخل الثمنتاعش، فهذه رؤية جميل. فهذه أكثر ما يعجبني الحقيقة في جروس. ولكن ناحية ثانية مهمة، مع توسيع عشان تسجل جول أيضا تحتاج الارتداد عشان تقفل المساحات، هو يسويها مع الفرق الكبيرة، لكن مع الفرق الصغيرة ما يسوي، لذلك هو أحرج ويمكن تلقى خسائر كثيرة لما كان هو مع الأهلي، أو ما أقول كثيرة بس تلقى خسائر الحقيقة من فرق تعتبر صغيرة إذا جاز التعبير بالنسبة للأهلي. طيب كان من ضمن الملاحظات على الأهلي قبل ما يجي جروس، أو خلينا نقول بداية السنة يعني مو مع المحمدي، مع مدرب فانيفيتش اللي قبله، أنه عنده مشاكل في الدفاع، وجهه الدفاعي مو واضح، وجهه الدفاعي يعني ملامحه غير جيدة. تعدل الحال ولا اليوم مو اختبار؟ تعدل الحال مع جروس؟ لا إذا لا شوف تتكلم عن اليوم مش اختبار مرة، أنا قلت لك يعني تمرين الحقيقة للأهلي، ولا يزعلون مني الأخوان في ضمك، لكن فعليا وأنا أقول عندهم ظروف مثلا، خلنا نراعي الشعور. ولكن بالنسبة للأهلي أنا أتفق معاك بالتالي، لأن حنا نعيد ونكرر قضية الدفاع، ولما نقول دفاع ترى القضية تتعلق في الفريق ككل وليس في خط الرباعي. هذه مشكلة مع جروس، قلت لك قبل شوي جروس الحقيقة يفتح الملعب ويسجل أهداف، ولكنه يحتاج حقيقة أنه يصير فيها نوع من الانضمام السريع حتى أنه تضيق المساحات ولا ينكشف الدفاع. هو سويها مع الفرق الكبيرة، سواها الحقيقة، نتذكر مع الهلال مع النصر، لكن مع الفرق اللي تعتبر أقل منه يعني بالدرجة هو يفتح الملعب ولا ما يعطي تعليمات خلينا نقول صارمة للأجنحة عشان يرجعون يضمون على خط الوسط، ولا ينكشف مثلا العمق الدفاعي. نعم هذه مشكلة، هذه مشكلة هو واقع فيها، ولكنه بعض الأحيان الغرور الشعور في أنه يعني مسيطر على يعني هذا على فكرة شعور إنساني مش شعور يعني خلينا نقول مدرب أو لاعبين، تعطيك أريحية أنك والله أنت يعني أعلى كعب من اللي قدامك. و يعني لحظات كرة القدم تخذلك في لحظات كثيرة يعني. جميل الشكل اللي ظهر به الأهلي اليوم، ونرجع ونكرر نقول أهلي جروس لأنه القيادة الفنية تحته، وهذا مش تعيب في أحد، لكن دائما الإدارات تسمى بأسماء يعني الرجال الذين يتولونها. فصالح الأهلي أهلي جروس الحالي هل يفصح أيضا عن فريق منافس على اللقب؟ طبعا نتكلم عن فريق الآن في مقعد الوصافة ب 23 أو مقعد الترتيب الثاني، ما في وصافة إلا بعد التتويج. طبيعي بالعكس، يمكن اللي قاعد يحدث الآن، وخصوصا إحنا لما نربط الأحداث،
أو الأوضاع الإدارية بالأمور الفنية. الملاحظ الآن يعني في انفراج يعني في ما قال في الأفق بالنسبة إذا جاز التعبير أيضا الأزمة الأهلاوية الإدارية. واضح أنه هناك خطوات، بالتالي هذه تؤثر على 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 الوضع الفني. والوضع الفني ممتاز، عندهم المقدره وعندهم الذاكره اللي هم حافظينها بين مدربهم جروس وجميع اللاعبين اللي كانوا الحقيقه يعني مقدمين مستويات جدا رائعه. فانا اقول لا، بالعكس راح يكون، ويا ليت، انا اتمنى انكم ما يكون الدور يعني محسوم او شكله يعني بين مثلا فرق معينه. الاهلي انا اتمنى انه يرجع لمصلحتنا كلنا. بالتالي خليني بس أشيد بعد في موضوع جروس الحقيقة بإجراء سواه اليوم، وأتمنى أنك تشاركني الإشادة. قضية الكابتنية اللي أعطاها القيادة اليوم الحقيقة يعني قرار جدا جميل. معتز بعد العودة كلنا مبسوطين لمعتز ونتمنى له الخير، ولكن نشكر أيضا المدرب، وإن شاء الله كل المدربين اخوانا وربع في الدوري يخطون خطوات ويرجعون الكابتنية والقيادة للاعب المحلي، لانه موجود في كل نادي لاعب ممكن يكون قائد. انت هذا اراءك وانت حر ابو اسامه، ما شاء الله يجوز لك الكلام يا بتلا وما يجوز. لا والله ما يجوز لي، بس عاد رايك وانت حر. طيب أوكي. يعني احترم رايك بس عاد انا اختلف معك، بس مذيع مفروض ما يقول اراء. ان شاء الله انه مع مرور الوقت والدوري راح تغير رايك بالتال باذن الله. ما يخالف، يعني انت عارف فرق عالميه يقودها بلاعبين مو محليين او مو مواطنين، ما فيها شيء صالح. ترى مو بلازم نقلد العالميين كلش بالتال يعني. طيب صالح، خلينا نتجاوز ذا النقطه وكل واحد يحتفظ برايه. ابغى اقول لك اسمع منك رايك بعد العوده من غياب طويل لمعتز هوساوي، لاعب المنتخب اللي شارك في المونديال واللي كان له بصمة كبيرة في وصول السعودية للمونديال الأخير، غاب فترة طويلة على الملاعب واليوم يعود. كيف شفت معتز؟ شفته كما حقيقة وقف في آخر مباراة. معتز اللاعب الهادي الحقيقة، قارئ، هادئ جدا في قراراته، ولا يهتم يعني شخصيته هي وتفاعلاته هي الحقيقة هي. وبالتالي أنا أنتظر من معتز الحقيقة بس شيء واحد إن شاء الله بإذن الله قادم الأيام، هو يسجل أهداف، وأهداف جميلة لما يتقدم إن شاء الله. جميل. إنه يعود لهالحاسة هذه، حاسة التهديف بإذن الله. نعم. متأكد دفاعيا بالشيء اللي نعرفه عن معتز واللي شفته اليوم. نعم. هو راجع إن شاء الله بقوة بإذن الله إن شاء الله، والمنتخب بحاجة للمعتز وبحاجة لكل أسلحته التي تخدمه في تصفيات المونديال الحالية. شكرا صالح المطلق. شكرا. في الجولة ذاتها الفيحاء ضرب بأربعة على جراح الاتحاد والشباب، واصل السقوط إلى المراكز الخلفية بخسارة جديدة، أما التعاون فأوقف زحف المكيين. الخسارة الثامنة هذا الموسم والثانية على التوالي عمقت من جراح أصفر جدة في الجولة 12 من الدوري السعودي، كانت على يد الفيحاء والنتيجة هزيمة بالأربعة في لقاء تألق فيها المهاجم التشيلي روني فرنانديز بتسجيل هاتريك وصناعة لهدف رابع، رافعا رصيد أهدافه إلى 6 هذا الموسم، احتل بها المركز الخامس في قائمة الهدافين بالتساوي مع لاعب الأهلي عمر السومة ولاعب الهلال بافيتن بيغوميس. ملعب مدينة المجمع الرياضية شهد الهزيمة الثانية لقائد دفة الاتحاد الهولندي تنكات، فيما كتب أصحاب الأرض فوزا ثالثا لهم في تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري السعودي مقابل انتصارين للاتحاد، ليرفع رجال المدرب خورخي سيماو رصيدهم إلى 16 نقطة، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 12 نقطة. ومن شمال منطقة الرياض إلى جنوب السعودية، حل الشباب ضيفا على أبها تحت قيادة مدربهم الجديد الإسباني لويس غارسيا الذي خلف المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون. أزمة الليوت مستمرة رغم تغيير المدرب، خسارة بهدفين دون رد في مباراة شهدت طرد عبد المالك الخيبري وسيبا. أبها رفع رصيده إلى 20 نقطة، فيما تجمد رصيد الشباب عند 15 نقطة، وسيواجه الأهلي في الجولة المقبلة.
ومن الجنوب نتجه إلى بريدة. التعاون استقبل الوحدة في صراع خطف الوصافة. أبناء المدرب باولو سيرجيو خرجوا بالنقاط الثلاث بعد الفوز بهدفين مقابل هدف سجلهما كل من نيلدو بترولينا وعبد المجيد الصوات، ليستعيد التعاون نغمة الانتصارات بعد الخسارة أمام النصر في الجولة الماضية، وهو الفوز السابع هذا الموسم للفريق، رفع به رصيده إلى 12 نقطة، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 21 نقطة. الأخبار السارة ليس لها إلا بكل هذه المباريات. نعود إلى جدة وحمزة إدريس المدرب السعودي النجم الكبير التحق بنا من هناك. حمزة مساء الخير. أريد أن أنوه أولاً بأننا حاولنا الاتصال بإدارة نادي الاتحاد للتعليق وحاولنا الاتصال بإدارة نادي الشباب للتعليق احتراماً لجماهير الفريقين اللذين غضبوا كثيراً من الخسائر المتوالية للفريقين وتهويهم إلى مراكز متأخرة. حمزة نبدأ بالاتحاد. رباعية مؤلمة. حمزة تفضل. بكل تأكيد بالتالي بكل تأكيد هي هزيمة أعتقد أنها كبيرة، والأسوأ كمان من الهزيمة الشكل الفني للفريق. يعني الاتحاد اليوم ما كان في أداء فني بغض النظر عن الخسائر. قد تكون الخسائر مقبولة في أوقات معينة والفريق قاعد يقدم كرة جيدة وقاعد يعني داخل الملعب فريق مقاتل، فريق بيلعب بيقدم أداء فني، لكن لا، اليوم اللي شفنا الاتحاد شفنا فريق ضعيف دفاعيا، ضعيف هجوميا، فريق نفسيا مهزوز، ما هو قادر على العودة في بعد الخسارة. انهار الفريق تماما. اعتقد الفريق عنده مشاكل فنية واضحة، لكن في احيانا بالتالي لاعب كرة القدم، انا لاعب كرة قدم، في اوقات معينة لابد ان انا اخذ المبادرة. انا ما ارضى انه في كل مباراة اظهر بشكل غير لائق، غير جيد باسمي كلاعب كرة قدم، بعيد عن أي ظروف، بعيد عن النواحي الإدارية والنواحي التكتيكية. لاعبين الاتحاد يملكوا الخبرة، لاعبين يملكوا خبرة، مهما كانت الظروف حوالينا هم المفروض يكونوا عندهم شخصية أقوى داخل الملعب، عندهم رغبة للقتال ورغبة للعودة وإحفاظا لأسمائهم وتاريخهم. جميل. ليش الفريق مو قادر يوقف؟ ليش مو قادر يسجل؟ ليش مو قادر يدافع؟ الملاحظات اللي انت قلتها ليش؟ بالتالي امس يمكن قلنا امس الفريق النفسيه ضعيفه عنده، الناحيه النفسيه والذهنيه ضعيفه، الثقه في النفس حسها مهزوزه عند اغلب اللاعبين. يمكن احيانا الضغوط والتعامل مع الضغوط افقد اللاعبين ثقتهم. شوف اللاعبين اخطاء كثيره في الناحيه الدفاعيه، ما في ناحيه ابداعيه. يمكن النواحي الابداعيه في كره القدم في الاتحاد بنشوفها فقط من رومارينو، والباقي دائما بيحاول يلعب بشكل عادي، بشكل انه على الاقل انه ما اخطا في التمرير، ما في ابداع، ما في مجرد انه الفريق يسجل فيه هدف او هدفين نشوف انهيار، ما في ثقه انه انا قادر على العوده واقاتل عشان اعود. شفنا الفريق انهار، يمكن اليوم كان ممكن يخسر حتى اكثر من الاربعه. الانهيار هذه الناحيه النفسيه صعب جدا التعامل معها في النواحي التكتيكيه، الا بحال انك انت تقوي الجانب الدفاعي، تحاول دائما تاخر الهدف انه ما يسجل فيك، تحاول دائما تكون انت البادي في التسجيل، ترفع الناحيه المعنويه عند الفريق. يمكن اتطرقت امس للنقطه هذه انه الاتحاد لابد انه يلعب على النواحي الدفاعيه، ولابد انه يلعب على الجانب الدفاعي، ولابد انه يلعب المباراه بمبدا اهم شيء اني ما اخسر. مبدا عدم الخساره معناته ان انا حتحفظ دفاعيا، حيكون تركيزي اعلى في الناحيه الدفاعيه. مبدا ان انا حفوز معناته ان انا حفتح ملعبي، ححاجب، ححاول ان انا اسيطر، احاول ان العب باسلوبي. فاللاعبين يحتاجوا انهم يوقفوا داخل الملعب مع النتائج الايجابيه والنتائج الجيده تساعد اللاعبين على النهوض، لكن الخسائر دائما بتحبط اللاعبين، فبالتالي تشوف شكل الفريق فنيا وما هو قادر يتواصل ولا هو قادر يطبق حتى خطط المدرب داخل الملعب. لكن لابد ان نظهر الاحترام الكبير للاداء القوي ايضا لنادي الفيحاء، ولما نقول بس ان الاتحاد خسر، الفيحاء فاز برباعيه اليوم وقدم اداء مهم للاعبيه المهاجمين الاجنبيين على الاقل.
لا قدم اداء رائع بالتالي. نعم. دائما الفيحة فريق حتى البارح قلنا فريق هو عارف ايش يبغى وهو ماشي في الطريق اللي هو مخطط له. حتى في المباراه يعني كان بيلعب في فترات، هو بيحاول يلعب المباراه على فترات، فترات بيتحفظ في الناحيه الدفاعيه، فترات بيباغت وبيهجم وبيضغط على الفريق، الفريق ثابت في الملعب واقف ما هو يائس، الفريق عارف انه هو عنده القدره على التسجيل، بياخذ نقاط، حتى لما يخسر مباراه ما بيكون عنده الخساره مشكله، جاي من خساره من ضمك ما كان عنده مشكله، شفنا الروح المعنويه عاليه عند الفريق، التواصل جيد عند الفريق، اللعب على الهجمات المرتده فعال بشكل كبير، فريق بيلعب بامكانياته بيدير المباراه بشكل اكثر من رائع وبيوصل للهدف اللي هو يبغاه او المطلوب صحيح. منه في خلال المباراه. يمكن صح الاتحاد ما كان في يومه، لكن مقابل انه الفيحة اليوم قدم مباراه كبيره حتى في الناحيه التكتيكيه وفي الناحيه الانضباطيه داخل الملعب. يحتاج الاتحاد الصبر مع تينكات، الرجل كان معنا قبل ليلتين في حوار مطول وقال انه ننتظروا وانه انا مالي الا 5 اسابيع وانا ما شفت لعيبه المنتخب الخمسه ولا شفت الاولمبيين ولا دربت الفريق كمجموعه بشكل كامل الا 3 ايام. هذا الكلام يدعونا فعلا الى ان نصبر على الاتحاد، اتحاد تينكات. حمزه الصبر على 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 تينكات مختلف عن الصبر على وضع الفريق، هو مدرب جديد ويحتاج انه يصبر في الناحيه الفنيه، انه ياخذ وقت اطول، لكن محتاج قبل هذا كله انه اللاعبين يساعدوه داخل الملعب، مهما يكون المدرب ومهما يكون الافكار اللي عنده لازم اللاعبين الروح تختلف. نعم. عند اللاعبين الرغبه القتاليه هذه هي اللي تساعده في الاخير، الادوات. نعم. اللي عندك هي اللي تتحكم، سرعه الاستجابه هي اللي تتحكم، الرغبه عند. نعم. اللاعبين لابد انها تكون اعلى، انا مؤمن انه ما في لاعب كره قدم يدخل الملعب عشان يخسر، لكن احيانا في عوامل، هي في عوامل ترفع الروح المعنويه، ترفع الروح القتاليه. نعم. الناحيه الجماعيه، الرغبه، اخذ المبادره، القياده داخل الملعب، هذه كلها تحتاج من لاعبي الاتحاد تفعيلها. جميل، خلينا نروح للمباراه الثانيه اللي ايضا شهدت انتصار لابها وتراجع واستمرار في سقوط فريق كبير اللي هو الشباب. اليوم خسر بهدفين وخسر لاعبين بكرتين احمرين، في المباراه الجايه ما راح يلعبون، خسائر كبيره اليوم خرج بها الشباب من هالمباراه. نبدا بالفريق الفائز ابها، استغل ظروف المباراه او انه استحق الفوز وفق ما قدمه حمزه؟ لا ابها استحق الفوز، اعتقد ابها يمكن نقدر نقول الحصان الاسود في هذا الموسم بصراحه، فريق بيقدم أداء أكثر من رائع، فريق ذكي داخل الملعب، فريق عنده ثقة كبيرة داخل الملعب، لاعبينه بيلعبوا كورة جيدة بذكاء يعني. نعم. أعتقد حتى في الناحية التكتيكية. نعم. رائعين، بيسخروا إمكانياتهم. نعم. عندهم رغبة قوية أنهم يقدموا نفسهم بشكل جيد بصراحة، شفنا المباريات اللي بيأديها، فريق بيستمتع بيلعب على التحولات، فريق جماعي بيلعب في تمريرات داخل الملعب، في تعاون مع اللاعبين، عنده لاعبين مميزين ومؤثرين بشكل كبير على 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 اداء الفريق، فبالتالي هو استحقها عكس الشباب، بصراحه الشباب ما كان جيد لكن ابها كان مميز اليوم. طيب ايش مشاكل الشباب؟ اليوم عندنا تغير كبير في في وجه الكره السعوديه بتراجع اليوث والنمور لمراكز متاخره. ايش المشكله في الشباب ايضا؟ مجرد انك تشوف مباراه وخساره وكرتين حمر في المباراه تعرف انه التهيئه النفسيه للاعبين غير جيده، الكروت يعني ما كانت فوقات متاخره من المباراه بصراحه، برضو فريق الشباب نفس حاله الاتحاد، الحاله النفسيه والذهنيه عند اللاعبين برضو غير جيده، ان كان فريق الشباب احيانا يميل الى الاستعراض اكثر من اللازم وما بياخذ المباراه بشكل جدي حتى في بعض المباريات اللي. نعم. بيفوز فيها، ويمكن حتى روهنا على النقطة دي في بداية الموسم انه هو فريق يملك ادوات جيدة، يملك لاعبين مميزين. نعم. ينقصهم الجدية، ينقصهم الرغبة الهدف، ابغى اكون بطل دوري، ابغى اكون من ضمن الفرق التي تتأهل لكأس آسيا. الكرة مش بس كلها مهارات، احيانا احس فريق الشباب يبالغ في عملية الاحتفاظ بالكرة، يبالغ في النواحي الفردية.
الآن مدرب جديد ما نقدر نضغط على المدرب أو نحمله، لكن الآن الظاهر في الشباب كمان تدني الروح المعنوية عند اللاعبين. في المباريات الأخيرة شفنا الفريق ما هو قادر يقاتل في الملعب، فريق يوصل لكن ما هو قادر يسجل، عنده لاعبين مميزين على المستوى الفردي ما هم قادرين يلعبوا بشكل جيد أو بشكل فعال في الناحية الجماعية. اليوم حتى التشكيلة اليوم ما كانت جيدة. دائما بالتالي الروح المعنوية لما تكون منخفضة أسرارها داخل النادي، أسرارها داخل غرفة الملابس. القتالية لما تختفي من الفريق أحيانا يكون عندهم مشاكل، يكون عندهم عدم ترابط، تغيير المدرب، هذه كلها أشياء صعب أنك تفسرها داخل الملعب. نعم. ما هو لأن الشباب، أنا مؤمن أن الشباب عنده عناصر جيدة. نعم. عناصر. نعم. جدا. نعم. مميزة، قادر هو يلعب، خاصة في الناحية. جميل. في لو لعب على التحولات عنده لاعبين سريعين، عنده لاعبين عندهم قوة في التسديد، يحتاج أنهم يتفاعلوا في الأدوار. شكرا جزيلا حمزة إدريس. وتتواصل الجمعة منافسات الجولة 13 من الدوري السعودي لكرة القدم بلقاء الفتح مع ضيفه الحزم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي. السبت يحل الاتفاق ضيفا على الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، بينما أجلت مباراة الفيصلي والهلال بسبب مشاركة الهلال في مونديال الأندية في الدوحة. الوقفة الأخيرة بعدها نذهب إلى ميادين الفروسية، والفرسان السعوديون يسيطرون على اليوم الرابع في مهرجان الدرعية العالمي. أهلا بكم. الرياضة في دقيقتين. أعلنت هيئة العامة للرياضة أمس أو الخميس عن طرح تذاكر مواجهتي نصف نهائي بطولة كأس السوبر الأسباني المقررة في جدة الشهر المقبل، ويلعب ريال مدريد مع فالنسيا في 8 يناير، بينما يقام اللقاء الثاني بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، والفائزان يلتقيان في النهائي. وصل الهلال السعودي تدريباته الخميس استعدادا لمواجهة نظيره مونتيري المكسيكي السبت على استاد خليفة الدولي في الدوحة لتحديد المرتبتين الثالثة والرابعة في مونديال الأندية. في تصنيف فيفا الأخير للمنتخبات لعام 2019 حافظت السعودية على مركز 67 عالميا والسادس آسيويا. استمر المنتخب التونسي في صدارة المنتخبات العربية الأفريقية والأسيوية محتلا المركز 27 عالميا متقدما مركزين عن الشهر الماضي، كما تقدم المنتخب الجزائري 3 مراتب محتلا المركز 35 عالميا. وللعام الثاني على التوالي حافظت بلجيكا على صدارة تصنيف المنتخبات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم. البلجيك حصلوا على 1082 نقطة، وهو الأعلى في تاريخ التصنيف منذ بدايته في العام 93. تستكمل اليوم الجمعة منافسات مهرجان الدرعية الفروسية، وفيها سيتم تحديد الفرسان والفارسات الحاصلين على أكثر النقاط المؤهلة لكأس العالم وأولمبياد طوكيو في 2020. وشهد يوم الخميس سيطرة للفرسان السعوديين، فاز الفارس عبدالله الشربكلي بالمركز الأول عن الفئة الأولى، وبندر بن محفوظ عن الفئة الصغرى، والفارس خالد المبطي المركز الأول عن الفئة المتوسطة، ونال وليد الغامدي المركز الأول لفئة الشباب والناشئين. الخيل بصحة جيدة بشكل عام ولا تعاني من أي مرض. يجب أن يكون شكلها مقبولا أيضا، وأن لا يكون الخيل متراخم بل ممشوخ القوام ويتحرك بشكل جيد. هذا الدفتر البنفسجي هو عبارة عن جواز سفر للحصان، كل واحد منهم لديه جواز خاص به يحتوي على جميع بياناته المطلوبة، خاصة الفحوصات الطبية التي أجريت له.
بالإضافة إلى أختام الدخول والخروج إلى الدول التي يتواجد فيها، كما أن داخل رقبة كل حصان شريحة بيانات دقيقة. قمنا بفحص 160 حصانا، لقد استبعدنا واحد نظرا لإصابته في الساق، بينما سنقوم بإعادة الفحص ل 15 حصانا للتأكد من النتيجة النهائية، وسيشمل الفحص الدم أيضا للتأكد من عدم تناوله لأي عقاقير طبية. في الواقع العدد كبير، لكن معظمها ستكون بصحة جيدة غدا. لقد قمت باختبار قرابة 400 حصان في حياتي، لم يكن لدي أي معرفة عن الأجواء هنا قبل أن آتي إلى السعودية، لكنني أعرف الفرسان السعوديين فقد أتوا إلى أوروبا في السابق. الكل هنا رائع والاستقبال حافل، وبصراحة أعجبتني الأجواء هنا.